بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تتواصل انطلاقاتي وأشواطي هذا المهرجان، مهرجان سباق الهجنة العربية الأصيلة على أرضية تحفة ميادين السباق، ميدان التكنولوجيا والذكاء والتقدم والازدهار، ميدان المرموم، حيث انطلق الشوط الثاني في مجموع أشواطنا 14 والخاصة بثنايا أصحاب السمو الشيوخ. مشاهدين الكرام، بقدرات ومواهب الشعارات ومن يقودها من المضمرين الكرام الذين لازموا الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة، سيارة لمسافة 6 كيلومترات وما تحمل بهذه اللحظات من شوط يحمل الأصايل المهجنات من البكار الثنايا، وأول كيلومتر مقطوع منذ لحظات الانطلاقة. شعار هجن الرئاسة في المركز الأول، في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط، يبدو أن هجن الرئاسة واللي هي مزنه لهجن الرئاسة يضمرها السيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. وفي المركز الثاني اللي قدمت في هذه اللحظات وخذت المركز الأول الشاهينية للشعار عاشق السلالة الشاهينية، هذا الشعار لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها السيد أحمد بن سلطان بن رشيد، شعار من شعارات أقطاب المنافسة في عالم السباق. المركز الثالث ضيفة من دولة قطر، وشعار له حسابات كبيرة ولا يستهان أبدا في عالمنا الساحر والجميل. هجنة الشحانية تقدم في هذه اللحظات مزنة في المركز الثالث مع المضمر سيد سلطان بن محمد لوهيبي. وننتقل مباشرة أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، للمركز الرابع، ونرى نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد سعيد المكتوم، المضمر سيد مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. حصل تغيير على نشوة من اللي كانت قبل قليل في المركز الخامس، غيرت نشوة وخذت بساط المركز الرابع منها، ألا وهي الرعبية لهجن الرئاسة، وأيضا مرة سيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. مشاهدين الكرام، نعود لمتابعة نداءنا من خلال التعرف على المركز السادس واللي هي ثروة من هجن العاصفة، يقدمها السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير للمشاركة في هذا الشوط. المركز السابع، تحتل المركز السابع حربة، تعود ملكيتها لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ويضمرها السيد أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. نعود ونتابع بالنداء لانتقالنا إلى المركز الثامن اللي هي الشبله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ضمرها السيد سعيد محمد بن سعيد بن حلوة. وفهده في المركز التاسع لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي في التضمير. المركز العاشر مشاهدينا الاعزاء، 6 رقمها واسمها اكيد الشاهينيه، تعود ملكيتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد مكتوم، وقائد العمليات بالفرقه رقم 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير هو المضمر. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، هذه اذاعتنا الاولى للمراكز العشره الاولى في شوط من اشواط الثنايا الطفح والدفع، رقص الكبار بمسافات الهجن الصغار، جميل حتى ان كان في النهار او في الليل او في المضمار او في كل مهرجان. أيها المشاهدون الكرام، نتابع مقدمة الشوط وهجن الرئاسة، الهجن ذات الكبرياء، ذات الشهرة، ذات التاريخ المشرف، ذات الإنجازات والبطولات، وحب شعب الإمارات لهذا الشعار، هذا الشعار
شعار يعني الرئاسة، يعني سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان أنهيان رئيس الدولة حفظه الله. يا سلام يا سلام، قلوبنا مع شعارات حكامنا وشيوخنا وضيوفنا في هذا المهرجان، قلوبنا مع الجميع. نرحب بكل الحاضرين بكل المشاركين. الرئاسة قدمت قدمت مزنة في مقدمة الشوط منذ لحظات البداية، وها هي سيدة الموقف، لم تخطف المناطق الأولى، حماية كافة وكاملة للمركز الأول من قبل هجن الرئاسة، يقودها المضمر العملاق عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي البارع، أطلق عليه الزملاء بارع المضمرين، وهذا دليل على الإنجازات اللي لازم ورافق بها هذا الشعار. نتابع ضيفتنا القادمة من ميدان التحدي من دولة قطر الشقيقة في المركز الثاني، مزنة، وهل الدوحة ترى على فكرة يحبون هذا الاسم كثيرا في رجاب مزنة مزنة مشاهدين الكرام لهجن الشحانية في المركز الثاني، وفي التضمير السيد سلطان بن محمد لوهيبي، الدخول من هجن العاصفة وثروة تتقدم، العاصفة غنية بثرواتها بهذه النوعيات والأصايل، هجن الإمارات من الهجن اللي تمثل الإمارات هنا في الدولة وخارج الدولة في كل المحافل والمهرجانات والمناسبات. يا سلام، يقودها الواثق، غير الثروة، خذت المركز الثاني، بينما هجن الرئاسة من خلال وجود الراعبية تخطف المركز الرابع، ويضمرها السيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، وفي المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء اللي تحمل رقم 5 ألا وهي من هجن، لا هناك شعار ثاني لشعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد أنهيان، وشعار سمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد أنهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير. نعود إلى الكيلومتر الأخير، يا سلام يا سلام، مزنة وثروة والرعبية مزنة منذ لحظات الانطلاقة وهي مسيطرة على هذا الشوط، مسيطرة على هذا العرض، مسيطرة على هذا التقدم، لكن وصلت هجن العاصفة. يا سلام يا سلام، انطلاق لثروة ثروة، ومن الجانب الآخر الراعبية، الله 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 الله، إقلاع طيران إلى ناموس هذا الشوط لكبار الشعارات في الإمارات. هنا شعارات من كبار الشعارات، شعار هجن الرئاسة وشعار هجن العاصفة، مؤسستان عملاقتان في ميادين السباق، هنا ثروة وهنا الراعبية، الراعبية لهجن الرئاسة وثروة لهجن العاصفة، وصداقة حتى في البقاء وود وإخاء في المركز الأول، كأن واحد مرة كأن ذلول، يعني بكرة واحدة مشاركة. مشاهدين الأعزاء، النهاية 200 متر، الرئاسة تتحدث بكبريائها، تتحدث تاريخها، يقوم بنقلها من المركز الثاني إلى المركز الأول، تاريخها المشرف، كما العاصفة أيضا تحظى بتاريخ مشرف وكبير. تهانينا للمقام السامي إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان أنهيان حفظه الله رئيس الدولة. يا سلام يا سلام على فوز الرعبية المملوكة لهجن الرئاسة في المركز الأول، ثروة لهجن العاصفة في المركز الثاني، جاءت مزنة لهجن الرئاسة ثالثا، ورابعا جاءت هجن الشحانية على ظهر هوايل، وخامسا تأتي هجن الرئاسة أيضا في المركز الخامس. هذه مشاهدين الأعزاء نتائج هذا الشوط، وهذا هو هذه هي اللحظات اللي ننتظر من خلالها الإعادة للقطات من شوطنا الماضي منذ لحظات انطلاقته، ونرى ونتابع مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني للمراكز الثلاثة الأولى، الراعبية، هجن الرئاسة، هجن الإنجازات، 9:23، 7 أجزاء من الثانية. التهاني للمقام السامي هناك
في أبو ظبي في عاصمتنا الحبيبة إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، كما التهاني موصولة للمضمر السيد عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي مضمر ومدير المشاركة، وبهذه المشاركة الراعبية العاصفة وثروة في المركز الثاني. هجل العاصفة العملاقة تقطع 6 كيلومترات ثروة بفترة زمنية مقدارها 9 دقائق 26 ثانية 24 ثانية، جزء واحد فقط من الثانية. تهانينا والناموس لهجل العاصفة وملك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أحد أبطال هذه الرياضة وعمالقتها. والتهاني منقولة وموصولة للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير مضمر ثروة ومضمر هجن العاصفة. ثالثا وصلت مزنة لهجن الرئاسة أيضا لتقطع 6 كيلومترات بفترة مقدارها 9 دقائق 29 ثانية و9 أجزاء من الثانية. التهاني مرة أخرى لهجن الرئاسة وملاكها والقائمين عليها.